خديجه، قناه خديجه شانيل. كنبغي نرحب بكم كاملين وبالمشاركين الجدد، واللي عجبته هاد الوصفات اللي كندير ما ينساناش من تعليق زوينه ولي لايك، ويزيد تابونا معنا في لاشين باش تكبر هاد لاشين. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحلوه ديال عيد الميلاد اللي غادي نعتمد فيها على واحد الجينواز اللي غادي نتقاسموا معكم. دابا نمشيو على بركه الله ونقول لكم شنو المقادير اللي غادي نديرو في الجينواز. بالنسبه لهاد الجينواز غادي نديرو 250 غرام ديال الفرينه، 200 غرام ديال السكر، 60 غرام ديال الزبده بتكون دايبه شويه، وستة ديال البيضات، وخماره واحده لا ليفيغ شيميك تكون فيها 15 غرام، وجوج صاشيات ديال الفاني من وزن 7 غرام. نمشيو على بركه الله نديروا المقادير. غادي ناخذ داك البيض اللي عندنا، غادي نزيدوا عليه السكر، سكر فاني، وغادي نخليهم يتطربوا حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. البيض مع السكر شوفوا الشكل ديالو كيعود اللون ديالو ابيض البنات. غادي نزيدو ديك الزبده اللي عندي، غادي نزيدو هذيك الخماره اللي عندنا، غادي نزيدو ديك الكميه ديال الدقيق اللي عندنا. هلا غادي نزيدو نخليهم يطربوا مع بعضياتهم حتى يتجانسوا العناصر كاملين. غادي نديرو انا اختاريت هذا كيجي على شكل مستطيل. انا غادي نخلي لكم شحال فيه العبارات ديولو، المرانغ اللي غادي نديرو باش غادي نزوق به الحلوه ديالي. غادي ناخذ واحد 4 ديال بلون دوف، بياض البيض، 250 غرام ديال السكر، ونصف معلقه من عصير الحامض، واحد فاني، والملون الغذائي. غادي ناخذ داك بياض البيض غادي نحطوه نديرو في واحد الخلاط
نبقاو نطربوا فيه حتى يولي بحال الثلج. هكا شوف المتر ما كيطيح ما والو، هانتوما شوف كيفاش لاصق، عرفوا راه ناجح الميغانغ ديالكم 100%. شوف ما كيقطر ما والو، فوالا. ولا قسمناهم على جوج، انا اختاريت الملون احمر باش يخرج لي اللون غوز، وبالنسبة للثانية أنا اختارت الأزرق باش يخرج لي الويان زريق. غادي نبقى نحرك على هذا الشكل هذا حتى يعطيني داك الويان الغوز اللي بغيت أنا. بالنسبه للوينات اللي حصلنا عليهم هو هذا، كيجي هذا المرانك غادي نديرو في الزريق، وكاين الاخر حداه في الغوز. بالنسبه للميغانغ ها هو راني دخلته على درجه حراره على 180 ويبقى واحد الساعه وهو مخشي في الفران، ومن بعد كيخرج هذا هو الشكل ديالو النهائي، كيجي على هذا الشكل هذا. فوالا بالنسبه للجينواز انا قسمتها على جوج، ودابا غادي نسقيها غير بالماء السيرو، غادي ندير واحد السيرو بالماء والسكر وفاني، ودرتو حتى يغلاو ولا ديروهم في الميكرووند. الكريم انا غادي ناخذ الماسكاربون وغادي نزيد عليها كريم شونتيي، وغادي نسمها عندي هنايا القهوه، واحد ياغورت منسم بالقهوه. غادي ناخذ نزيدو على ديك الماسكاربون، ديت هذيك الماسكاربون كنخلطها مع هذاك الياغورت ديال الكافي. ملي خلطت الماسكاربون مع داك الياغورت ديال الكافي كنزيد عليه شويه ديال الشونتي، وكنخلطوهم.
نبداو ناخذ في داك الكريم ونبداو نطاليو فيه. حتى كان نغطيو هذاك الوجع ديالها كله. وغادي نستمر على هذه الطريقه هذه. كندهنوا هذاك الوجه ديالها كامل، تكون عندنا واحد الطبقه تكون متساويه باش ما يجيناش عالي وشي هنا. وهنايا كنبدا نذوق فيها في الجنيبه ديولها غير بالكريم شونتي، كنبقى غاده هكا مع الجناب حتى كندوز هذوك الجنيبات ديولها كاملين. وهنايا بديت كنزوق فيها عندي داك الفرومبواز، بديت كندير فيه من الفوق. وانتم عندكم الاختيار، اختاروا اللي عندكم نتوما شنو بغيتو ديروا. وخديت هذاك الميغانك حتى هو، وغادي نبدا ندير فيه توا في الجنيبات هكا. يلا غادي نحاول نلصقو. وهنا في الاخير كانوا الوليدات ديالي اللي عاونوني باش ولا البنات. هذا هو الشكل ديالها النهائي. انا خليتها بصراحه هذه وجهه العيد ميلاد ديال بنتي، خليتها هي دارت ديكوراسيون وداروا هذيك لو بونبون من الفوق بالذوق ديالهم. ولا البنات هي هذه الحليوه شاركتها معكم، كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم، واللي عجبتكم زيدوا تابوناو معنا ولي لايك وتعليقات زوينه ديالكم اللي ولفتوني عودتوني عليها. كنشكركم بزاف يا اغلى صديقات بصراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله.